بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في لقاء جديد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الأناتومي أوف ذا يوترس، تشريح الرحم استكمالا لتشريح الفيميل جينيتال سيستم. اليوترس ده عبارة عن إيه، أو الرحم ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن هولو ماسكولار أورجان سيتويتد بتوين ذا يوتراين تيوبز كرينيالي أند ذا فاجينا كودالي. يبقى هو عبارة عن ماسكولار تيوب أو ماسكولار أورجان، هولو ماسكولار أورجان، عضو عضلي مجوف بيمتد من اليوتراين تيوب كرينيالي. أدي اليوتراين تيوب ده كله اليوترس، يمتد كرينيالي من اليوتراين تيوب ولحد كودالي لحد الايه الفاجينا او المهبل بالشكل ده كده. ادي في الكاو، ادي اليوتراين تيوب. الهولو ماسكولار اورجان او العضو العضلي ده هو المجوف هو اليوترس او الرحم، بيمتد من اليوتراين تيوب او انبوبه الرحم او الفاليوبيان تيوب او السالبينكس اللي شرحناه قبل كده كرينيالي ناحيه الامام ناحيه الهيد لحد الفاجينا كودالي. البوزيشن بتاعت اليوترس بتبقى ميلي في الابدومينال كافيتي، ولكن في الرومينانت بيمتد للخلف او بيبقى في كودا البوزيشن ليه يمتد عند البلفيك كافيتي. وتموضع اليوترس او البوزيشن اوف اليوترس بتختلف تبع الريبرودكتيف ستيتس، يعني الحيوان ده في البريجننت ستيت ولا مش في البريجننت ستيت، يعني في حمل ولا ما فيش حمل. لو ما فيش حمل في الرومينانت بيبقى في الرومينانت بيبقى موجود داخل البلفيك كافيتي، في الحمل بيمتد للابدومينال كافيتي. عموما هو ابدومينال اورجان، وبعض الحيوانات بيبقى بلفيك اورجان زي هنتكلم تباعا على البوزيشن بتاعه اليوترس تفصيلا. فايدة اليوترس ده ايه؟ المين فانكشن بتاعته ريسيفنج وعملية امبلانتيشن للفرتلايزد اوفم، يعمل نارشنج للفرتلايزد اوفم او البويضة المخصبة لحد ما توصل لمرحلة الامبريو جنين، ويحصل بعد كده عملية البيرس عن طريق البيرس كنال او قناة الولادة عن طريق الماسكولار كونتراكشن بتاعته. هو ده بقى اللي ربنا قال عليه القرار المكين اللي بينمو فيه الجنين. البويضة المخصبة بتطلع من اليوترين تيوب وتمشي لليوتر زي ما حضرتك شايف، يحصل لها انغراس في جدار الرحم، يبدأ ينمو الجنين لحد ما يبقى فول تيرم او جنين كامل او مكتمل. يحصل له بعد كده عملية البارتيوريشن، يخرج عن طريق البيرس كانال، يخرج من اليوترس على الفاجينا على الفيستيبيول، ويحصل له اكسبيرنج عن طريق الفالفا او عن طريق الفرج زي ما حضرتك شايف كده. هيحصل عملية البارتيوريشن او عملية الايه الولادة. فهو فايدته عملية ريسيفنج وي امبلانتيشن للفرتلايزد اوفم ونارشمنت للامبريو لحد ما يوصل للفول تيرم جنين كامل، وبعد كده يتولد كفيتاس بقى كائن كامل او فول بورن انيمال يتولد. الدوميستيك انيمالز بتحتوي على باي كورنز يوترس. يعني ايه بقى كورنز بقى يوترس دي؟ يعني رحم ذو قرنين زي ما حضرتك شايف كده. ادي الرحم له ما يسمى بالتو هورنز او قرنين والبادي والسيرفكس. ده نتيجة ايه؟ نتيجة الفيلير اوف ذا فيوجن اوف ذا فيرست بارت اوف تو موليريان داكت. الاتنين موليريان داكت اللي بيكونوا اليوترس زي ما هنشوف دلوقتي ما بيحصل لهمش التحام كامل في الكرينيال بارت بتاعهم. فعندنا الجنين اثناء نمو الجهاز التناسلي الانثوي بيمر بما يسمى بالانديفرنت ستيجز، اللي هي مرحله عدم التباين او عدم التميز، او الجنين ده انا مش عارف اذا كان هيبقى ميل ولا فيميل. يطلقوا في هذه المرحله على الاوفري والتستس يقولوا عليهم جونادز مناسل. انا مش عارف الجونادز دي لو السبجكت اللي هيطلع ده هو هيطلع ميل هتتحول الجونادز دي لايه؟ لتستس. لو فيميل هتتحول لاوفر زي ما حضرتك شايف. ادي جونادز اهي، لو ذكر، لو ربنا رايد للمولود ده يبقى ذكر، هتتحول الجونادز دي لما يسمى بالتستس. لو انثى هتبقى بنسميها اوفرز، هتجي لها خلايا الاوجونيا، انما هنا خلايا الاسبرماتوجونيا ما تهاجر ليها وكون للتستس، هنا هتهاجر الاوجونيا مكون للايه الاوفرز. فالمرحله دي بيسموها انديفرنت ستيج او مرحله عدم التباين. بيبقى عندي اربعه تيوبس، اتنين ميزونيفريك داكتس، اتنين ميزونيفريك داكتس، واتنين باراميزونيفريك داكتس. دولت الميزونيفريك داكتس والاتنين باراميزونيفريك داكتس. الاتنين باراميزونيفريك داكتس بيسموهم ايه؟ بيسموهم الموليريان داكتس او الموليريان تيوبس. يبقى في اتنين ميزونيفريك داكتس واتنين
باراميزونيفريك داكتس او موليريان داكتس او موليريان تيوبس. فالجونادز اول حاجه النيم جيفن فور ذا تيستس اور اوفري، اما تبقى تيستس او اوفري تابع السبجكت اللي هيطلع المولود ده، هيبقى الجنين ده ولد ولا بنت او ذكر او انثى. الميزونيفريك داكت تنمو، الاثنين ميزونيفريك داكت دولت لو الجنين ده هيبقى ذكر ينمو في الذكر الاثنين داكت دول، والاثنين التانيين اللي هم الموريريان داكت يحصل لهم ديجنريشن يضمروا. طب لو انثى الاثنين الباراميزونيفريك داكت او الموليريان داكت هي اللي تنمو والميزونيفريك داكت تضمر، يبقى اربع انابيب او اربعه تيوب. الاربعه تيوب في اثنين ينمو في في الذكر واثنين ينمو في الانثى. لو الاثنين اللي هم الميزونيفريك داكت ده الجنين ذكر هيبقى ذكر، دول اللي ينمو والاثنين التانيين يضمروا. لو انثى الباراميزونيفريك داكت اللي هي الموليريان داكت اللي هتنمو. الموليريان داكت بتديني ايه في الانثى؟ بتديني اليوتراين تيوب واليوترس، يبقى الاثنين موليريان داكت يدوني اثنين يوتراين تيوب واليوترس. انما لو ده ذكر بقى هتتحول الميزونيفريك داكت لإبيديديمز وداكتس ديفرنس، يبقى لو ذكر الميزونيفريك داكت اللي هتنمو، لو انثى الموليريان داكت هي اللي هتنمو ودول يضمروا. فعندنا الاثنين موليريان داكتس دولت، بص حضرتك معايا ادي الاثنين اوفرز وادي الاثنين يوتراين تيوب، والاثنين موليريان داكت، الاثنين موليريان داكت دولت يا اما يحصل التحام ما بينهم بالكامل يا اما التحام جزئي يا اما ما فيش التحام. ادي الاثنين ميزونيفريك داكتس ده في الذكر بينمو في الذكر الميزونيفريك داكتس، في الانثى زي ما شفنا كده اهي الاثنين موليريان داكتس او بارا ميزونيفريك داكتس. تخيل عندي مجموعه من انواع للرحم او التايبس اوف زيوتراي او التايبس اوف زيوترسز، على اساس ايه؟ الانبوبتين دول لما ما يحصل لهم التحام كامل ولا التحام جزئي ولا ما يلتحموش خالص، الانبوبتين اللي هم بنسموهم موليريان داكت او بارا ميزونيفريك داكتس. فبقى عندي تلات انواع من اليوتراي او تلات انواع من اليوترس. عندنا فيما يسمى بالسيمبلكس يوترس والبايكورنز يوترس والدابلكس يوترس. سيمبلكس يوترس معناها ان الانبوبتين التحموا بالكامل، لما التحموا بالكامل الكافيتي بتاعهم بقى كافيتي واحد، تخيل انبوبتين بقى انبوبة واحدة. الانبوبتين دول لما التحموا بالكامل سابولي يوترس سموه سيمبلكس يوترس او يونيكورنز يوترس. يونيكورنز يعني رحم ذو قرن واحد او هو رحم ذو تجويف واحد، فيسموه الرحم البسيط او السيمبلكس يوترس، وده موجود في البرايمتس زي الهيومن في الانسان، الرحم بتاعه رحم ذو حجرة واحدة ولذلك يسموه السيمبلكس يوترس. لو حصل بقى التحام جزئي بالشكل ده كده، بص حضرتك الانبوبتين دول اللي التحموا كونوا لي اليوترس، سابوا جزء ما بينهم ما التحامش، فبقى في قرنين للرحم بالشكل ده كده، قرنين وجسم وعنق، فده يسموه بايكورنز يوترس، يعني رحم ذو قرنين، وده موجود في الدوميستيك انيمال في الحيوانات الاليفه زي المير والكاو والبيتش والكوين والساو، كل الدوميستيك انيمالز بتبقى معظمها باي كورنز، يعني رحم ذو قرنين عباره عن تو هورنز وبادي وسيرفكس. ده نتيجه ايه؟ نتيجه بارشال فيوجن بتوين ذا كرينيال بارت اوف ذا موليريان داكتس، الاثنين داكت دولت كانوا اتنين داكت، واحده يمنى وواحده يسرى، بيسموهم الموليريان داكت او الباراميزونيفريك داكت. الكرينيال بارت الجزء الامامي منهم ما التحمش بالكامل، بقى دي انبوبه ودي انبوبه، والجزء الخلفي التحم، الجزء الخلفي لما التحم كون لي ايه؟ كون لي البادي والسيرفكس اوف زيوترس، والجزء الامامي لما ما التحمش مع بعضه كون لي ايه؟ ما حصلش كومبليت فيوجن ما بين الكرينيال بارت والموليريان داكت، كونوا لي ايه؟ كونوا لي الاثنين هورن اوف زيوترس، فعملوا لي بايكورن زيوترس. الدابلكس يوترس يعني الرحم المزدوج، ما حصلش فيوجن خالص ما بين الاثنين تيوبس، الاثنين تيوبس كانهم انبوبتين منفصلين، فاداني رحم مزدوج بقى ده رايت يوترس وده ليفت يوترس، ده زي الرابت بقى، بص حضرتك ده يوترس بالكامل له هورن وله سيرفكس، له هورن وسيرفكس، يبقى هو كل ده رحم لوحده وده رحم لوحده. لا ده الابعد من كده كمان في المارسبيلز اللي هي الجرابيات زي الكنجارو، بقى اتنين يوترس زي ما حضرتك شايف واتنين سيرفكس، كمان السبتم ما بين الاتنين يوتراين تيوب امتد كمان لما اسامل الفاجينا، بقى اتنين فاجينا اهو، ولكن له
فيستيبيول واحد وفالفا واحده. فاليوترس بيقسموه لي سيمبلكس وبايكورنز ودابلكس اكوردنج تو ذا فيوجن اوف ذا مولاريان داكتس او بيسموها البارا ميزونيفريك داكتس. التحام كامل ما بينهم يديني سيمبلكس يوترس، التحام غير كامل في الكرينيال بارت او الجزء الامامي منها يديني بايكورنز يوترس، وده في معظم الحيوانات الاليفه. يا اما ما فيش التحام خالص ما بين الانبوبتين فيسموه دابلكس يوترس او رحم مزدوج. ده كانت انواع اليوتراي او انواع اليوترس في الحيوانات. زي ما حضرتك شايف اهو ده في الهيومن، ده بيسموه سيمبلكس يوترس او يونيكورنز يوترس، هو رحم ذو تجويف واحد، وده البايكورنز يوترس وده بنسميه دابلكس يوترس، يعني رحمين مع بعض لان الانبوبتين ما حصلش التحام ما بينهم خالص. الجروس اناتومي اوف ذا يوترس، التشريح العياني لما حضرتك تجيب يوترس في المشرحه هتشوف فيه ايه. بنقول يوترس بيتكون من تو هورنز، ده في الدوميستيك انيمال، وبادي وسيرفكس، يعني بيكون من قرنين للرحم وجسم الرحم والسيرفكس اللي هو عنق الرحم. التو هورنز دول اكستندد فروم ذا يوتراين اند اوف ذا يوتراين تيوبز تو ذا بادي اوف ذا يوترس، ادي الاثنين هورنز يمتد من اليوتراين اكستريميتي بتاع اليوتراين تيوب لحد البادي اوف ذا يوترس، ادي اليوتراين بادي اهي، دي اليوتراين بادي، الاثنين هورنز يمتدوا من التيوب لحد جسم الرحم. الشيب واللينس بيختلف تبع السبيشيز اوف ذا انيمال، شكل القرنين وطولهم بيختلف من حيوان لحيوان. فبنبص حضرتك في الرومنانت كده بنلاقيه كويلد زي الرام هورن، مالو كده زي قرن الخراف كده او قرون الخراف كده بالشكل ده كده اهو، بيبقى كويلد از رام هورن كده بالشكل ده كده، ده في الرومنانت اهو. ده في السمول رومنانت برضو بيبقى كيرفد زي الرام هورن، ده اليوتراين هورن بيبقى كيرفد بالشكل ده كده اهو. كل دي اشكال مختلفه، دي اناتوميكال سبيسمنز دي يوترس والاوفر واليوتراين تيوب في اليو في الاغنام بالشكل ده كده، الهورن بيبقى كيرفد. في المير بيبقى استريت زي ما حضرتك شايف كده استريت، الهورن مستقيم على طول اهو، ده في المير، المير بيبقى استريت. في البيتش بيبقى برضو استريت زيه زي الايه زي المير، بيبقى استريت في الشيب بتاعه. في الساو بقى شايف حضرتك مجعد زي، بيبقى فليكشوس مجعد بالشكل ده، فليكشوس زي الانتستينال كويلز كده زي لفات الامعاء كده بالشكل ده. دي اشكال مختلفة لليوتراين هورن في الساو، بيبقى مجعد بالشكل ده فبيبقى فليكشوس في الساو. في الشي كامل بياخد شكل التي شيب، شكل حرف التي ده اليوتراين هور ودي البادي وده السيرفكس، بياخد شكل حرف التي شيب، ده في الشي كامل او انثى الايه الجمل بالشكل ده، بياخد شكل حرف التي ده اليوتراين هورنز وده البادي بتاعه اليوترس وده السيرفكس. فشكل الهورنز بيختلف تبع نوع الحيوان سواء شكله او طوله. البادي ده عبارة عن سيمبل ماسكولار تيوب كونكتنج ذا هورنز وذا سيرفكس، دي عبارة عن حجرة وسطية من الرحم بتجمع ما بين الاتنين هورنز والسيرفكس او عنق الرحم، بتبقى شورت في الرومنانس والبيتش والشي كامل، وبتبقى لونج في المير والساو، فبتبقى قصيرة في المقترات والبيتش والشي كامل، بتبقى طويلة قوي في المير والساو. اللي قدامنا ده مجسم للفيميل جينيتال اورجانز في المير او بالشكل ده، مجسم تاني اهو في الرومنانتس، ده كان في المير، ده في الكاو، ده البادي اوف ذا يوترس بيبقى شورت في الرومنانتس يتبعه بعد كده الايه السيرفكس. ده البادي بتاعت اليوترس اهي، ودي البادي بتاع اليوترس، ده كامل في الرومنس وده في البيتش، انما ده في اللارج رومنس، دي البادي اوف ذا يوترس، ده في الكامل اهي، دي البادي بتاعته ودي البادي اهي، هنا مفتوحه ده البادي وده السبتم اللي امتد ما بين الاثنين هورنز ودخل قسم البادي من الداخل، ده في المير وفي الساو من الداخل اهو، دي البادي اوف ذا يوترس، البادي اوف ذا يوترس اهي، ودي الاثنين هورنس والمنطقه دي منطقه الايه السيرفكس.
السيرفكس بقى وعنق الرحم ده الموست كودال بارت اوف ذا يوترس كونكتنج ات وذ ذا فاجينا. العنق الرحم هو الجزء الخلفي من الرحم اللي بيمتد من جسم الرحم لحد الفاجينا، فدي البادي اوف ذا يوترس وده السيرفكس، ده عنق الايه الرحم. بيبقى سايلندريكال وفيرم ستراكشر كونسيستنج اوف ذا سموث ماسل فايبرز اند دينس فايبرس تيشو. بتبقى فيه الماسكوليتشر عاليه او الطبقه العضليه منه كبيره. احنا اتفقنا ان اي عضو انبوبي بيكون من الداخل من ميوكوزا والوسط ماسكولوزا او ماسكولار لاير وبره سيروزا. هنا الماسكولار لاير او السموث ماسل لايرز اللي موجودة في منطقة السيرفكس بتزيد فيها الطيات، فبتعمل ما يسمى به الفولدس وأشكال مختلفة في الحيوانات. ليه بقى؟ عشان السيرفكس أو عنق الرحم ده يشتغل كسفنكتر، يشتغل كصمام. اللينس بتاعه والشيب بيختلف تبع نوع السبيشيز. بعد كده هنعرف ان السيرفكس ده هو عنق الرحم ما بيفتحش الا في حالات معينة، يفتح اثناء الاسترس الاسترس فترة الشبق لما يبقى يحصل فيه ميتنج، وفي الضي استرس عشان ينزل الدم بتاع الطمس، وفي منطقة مرحلة بعد الولادة ومرحلة الولادة نفسها. انما طول ما في حمل السيرفكس مقفول بقوة عشان يحافظ على الجنين داخل الرحم، فهو بيشتغل كاسفنكتر لليوترس او كصمام لليوترس اللي هو الايه السيرفكس او عنق الايه الرحم. بالشكل ده كده بعض الحيوانات ياخد طيات طولية، بعض الحيوانات ياخد طيات عرضية تزيد نسبة السموث ماسل لاير هنا ويشتغل بسفنكتر. ده في المير وده في الكاو. اهو شوف حضرتك في طيات هنا، ده مجسم للسيرفكس في الكاو، بنلاقي في فولدس يشتغل بالفولدس دي كصمام يقفل بقوة عشان يحافظ لو في حمل هنا على الجنين داخل الرحم. ولذلك حضرتك لما هنتكلم على الريكتال بالبيشن او ازاي نعمل جس ونوصل لعنق الرحم ده، بتلاقيه ان هو فيلز لايك تشيكن نيك، بيبقى فيرم ودنس تو تاتش، بيبقى الملمس بتاعه صلب قوي زي عنق الدجاج كده. لايه بقى؟ لان في اللونجيتودونال ماسكولار لاير والسيركولار ماسل لاير بتزيد فيه نسبه السموث ماسل، وكمان الدنس فايبرس تيشو بيزيد في المنطقه دي، يعني سمك الجدار بتاع الرحم بيزيد في منطقه السيرفكس عشان يشتغل كصمام للرحم. بيحتوي على ما يسمى بالسيرفيكال كانال. المنطقه دي سموها السيرفيكال كانال. دي بتبدا منين بقى؟ من الاكسترنال للانترنال يوتراين اورفيس. البادي بتاع اليوترس هنا، فتحه السيرفكس او عنق الرحم عليه هنا يسموها انترنال يوتراين اورفيس، والفتحه على الفاجينا اللي بعد السيرفكس الفاجينا اللي هو المهبل، الفتحه بتاعته هنا نسميها اكسترنال يوتراين اورفيس. دي سيرفيكال كانال از كلوزد باي ا فيرم ميوكوزال فولدس اند بروميننس از ويل از ا كلير ميوكويد سيكريشنز سيرفيكال بلاد. لما بيحصل حمل هنا الحيوانات المنويه تعدي من السيرفكس جايه من الفاجينا اثناء الجماع، يحصل الديبوزيشن لها في الدورزال فورنكس اوف الفاجينا، وتمتد تروح تعمل اخصاب للبويضه، خلاص في جنين هينمو داخل الرحم هنا. في ميوكوس جلاندس هنا او غدد مخاطية تبدأ تفرز الافراز بتاعتها، افراز مخاطي سميك، تكون لما يسمى بالسيرفيكال بلاك، كأن زجاجة وانت قفلتها بغطاء مطاطي، قفلت السيرفكس ده. الميوكاس بلاك او السيرفيكال بلاك او السيرفيكال ميوكاس بلاك دي ما تفتحش خالص الا اثناء الولادة. حتى من علامات الولادة يبدأ يحصل ايه؟ يحصل ليكوفيكيشن للبلاك دي، السادة اللي هي كانت مسدودة بافراز مخاطي سميك تبدأ يحصل لها ليكوفيكيشن، تحصل لها إسالة، ودي تنزل من الفرج بتاع الحيوان كإفراز خارجي كده. ده بيبدأ من علامات الولادة لما يقرب الحيوان على عملية البارتوريشن، نبص نلاقي فيه سيكريشن من الفالفا. السيكريشن ده جاي منين؟ جاي من ليكوفيكيشن اوف السيرفيكال بلاك. تبدأ السيرفيكال بلاك دي يحصل لها ليكوفيكيشن او تتحول للحالة السائلة. انما الكنال دي داز نوت اوبن اكسبت في الاسترس فترة الشبق اللي الحيوان هيجامع
الانثى تستقبل الذكر انه يجامعها وتاخد الحيوانات المنويه منه عشان يحصل اخصاب للبويضات وفتره التبويض للمبيض والبارتوريشن اثناء الولاده تفتح القناه دي وفتره البيوبيريام اللي هي فتره الحيض. يبقى السيرفيكال كانال دي ما بتفتحش الا في مجموعه من الحالات ما بعد الولاده واثناء الولاده وفتره الاسترس. ولذلك المولى عز وجل عليه قرار مكين، ده قرار بقى المكين، ولذلك يتفرز البروجسترون من الكوربس ليوتيم على الاوفر اللي اتكلمنا عليه تفصيلا، يهيئ جدار الرحم، يزود الفاسكولاريتي للجنين اللي جاي، البويضه المخصبه دي هتيجي تنغرس هنا وينمو جنين داخل الايه داخل الرحم. اليوترين سيرفكس may project for a distance into the vaginal cavity forming ما يسمى بي البورشو فاجينالز يوتري. البورشو فاجينالز يوتري، البورشو هو الجزء الممتد من عنق الرحم داخل الفاجينا، يعني ده عنق الرحم اهو، الجزء الممتد منه داخل الفاجينا يسموه ايه البورشو، which is surrounded by a part of the vaginal cavity called fornix vaginae. يبقى احنا عندنا مصطلحين، مصطلح اسمه البورشو فاجينالز يوتري ومصطلح اخر بيسموه الفورنكس فاجيني. البورشو فاجينالز يوتري هو الجزء الممتد من عنق الرحم داخل الفاجينا، ادي اليوترس البادي بتاع اليوترس وادي السيرفكس، الجزء اللي امتد ده من اليوترس فوق جوه الفاجينا الجزء ده يسموه ايه؟ يسموه البورشو فاجينالز يوتري. الجزء من جدار بقى الفاجينا حوالين البورشو ده يسموه الفورنكس فاجيني. في جزء امتد من عنق الرحم داخل الفاجينا يسموه ايه؟ يسموه البورشو فاجينالز يوتري. انما الجزء من جدار الفاجينا اللي حوالين الجزء الممتد من عنق الرحم ده يسموه الفورنكس فاجيني. ده البورشو فاجينالز وده الفورنكس فاجيني، الفورنكس فاجيني، وزيك سموه بورشو فاجينالز يوتري. هو بورشو يعني جزء، منين؟ من اليوترس، كلمة يوتري دوت يعني يوترس، بس هو راح فين؟ موجود فين اصلا دلوقتي؟ موجود جوه الفاجينا. يبقى هو جزء من عنق الرحم بس ممتد جوه الفاجينا، والتاني الجزء التاني اسمه فورنكس فاجيني. الفورنكس فاجيني ده هوت جزء من جدار المهبل حوالين الجزء الممتد من عنق الرحم ده. امال الفاتحه دي نسميها ايه؟ نسميها اكسترنال سيرفيكال كانال، لان قلنا السيرفيكال كانال او قناه عنق الرحم دي لها فتحه على جسم الرحم يسموها انترنال سيرفيكال اوريفيس او انترنال سيرفيكال اوستيوم او انترنال يوتراين اوستيوم واكسترنال يوتراين اوستيوم او اكسترنال سيرفيكال اوريفيس، فتحة عنق الرحم الخارجية وفي فتحة داخلية، فتحة داخلية على البادي وفتحة خارجية على ايه؟ على الفاجينا. الريليشن اوف ذا يوترس، اليوترس يا اما يبقى موجود في الابدومينال كافيتي يا اما يبقى موجود في البلفيك كافيتي. لو موجود في الابدومينال كافيتي اثناء البريجنانسي بعض الحيوانات هو موجود طبيعي جوه الابدومينال كافيتي، يبقى موجود ما بين الانتستينال كويلز داخل ما بين لفات الامعاء، يا اما يبقى موجود في البلفيك كافيتي. في البلفيك كافيتي الدورز الريليشن بتاعته او فوقه ايه؟ هيبقى فوق الريكتم وتحته هتبقى اليورينري بلادر. نشوف في الابدومينال كافيتي ايه اللي موجود فوقه. ادي في الابدومينال كافيتي امتد جوه الابدومينال فبقت طيات الامعاء فوق، وهو وسط طيات الامعاء ما بين الامعاء ده اليوترس اللي انا بشاور عليه ده الايه؟ اليوترس. ده اليوترس اهو، هيبقى اليوترس اللي انا بشاور عليه ده ما بين الانتستينال كولز او ما بين الايه الانتستين اهو. ده فين؟ في الابدومينال كافيتي اللي بيبقى جوه الابدومين. دي اناتوميكال توبوجرافي اوف ذا جرافيد يوترس ان ذا بوفاين في الليب بريجنانسي رايت لاترال اند ترانسفيرس فيو. بص حضرتك معايا هنا، احنا كده على الرايت اسبكت كاننا فاتحين بطن الحيوان من ناحيه اليمين، ده اللي متنقب بالاسود ده الرحم. بس في حاله ايه؟ في الليد بريجنانسي، يعني في حاله حمل متقدم، يعني الحيوان ده قرب يحصل له ولاده، تبص تلاقي اليوترس متقدم لقدام ودخل ما بين الانتستينال كويلز وشغل الجزء الايمن من البطن كلها، انما الجزء الايسر هو ايه اللي بيشغله؟ الرومن. لما خد كروس سيكشن هنا كده قطع هنا كده، لقى الرحم بيملى الجزء الايمن من البطن والرومن اللي هو الكرش جزء من معدة المقترات بيشغل الناحية الايه اليسرى منه او الجانب الايه الايسر. فالرحم لما يكون موجود جوه الابدومينال كافيتي يبقى موجود ما بين الانتستينال كويلز.
بالشكل ده كده في البيج اوادي اليوترس او اليوتراين هورن ما بين الانتستاينال كويلز. انما بقى ممكن يبقى فين؟ يبقى في البلفيك كافيتي. فبعض الحيوانات طبيعي يبقى داخل البلفيك كافيتي، او في النون بريجننت ستيت ما يبقاش في الابدومينال كافيتي، ما تنزلش الابدومينال، يخليه في منطقه البلفس. في البلفس نلاقي فوق الريكتم المستقيم وتحته اليورينري بلادر بالشكل ده كده. دي في الدو او انثى الايه الماعز، او دي في المير. في المير هنلاقي فوقه لما يكون في البلفيك كافيتي او في منطقه البلفس، نلاقي فوقه الريكتم وتحته اليورينري بلادر. دي الريليشن بتاعت الايه اليوترس، فوقه الريكتم وتحته اليورينري بلادر، وده اليوترس اهوت، اليوترين هورن والبادي والسيرفكس. ده دياجراماتيك ريبريزنتيشن للريليشن اوف زيوترس، بنلاقي الدورز اللي ليه الريكتم وفينتر اللي بنلاقي اليورينري بلادر. الفيكسيشن اوف زيوترس، ازاي اليوترس بيتثبت في مكانه؟ اليوترس بيتثبت بما يسمى البرود ليجامنت والراوند ليجامنتس، الرباط العريض او المستعرض للرحم والرباط المبروم للرحم. زي دول اتنين، ده في منه ايمن وايسر او جهه يمنى وجهه يسرى. في البرود ليجامنت ده اليوترس بيبقى اتاج تو ذا ساب لامبر ريجون اند دورز ولاترال وول اوف ذا بيلفيك كافيتي باي دبل بيريتونيال فولت ذا برود ليجامنت اور ميزو ميتريام which contain between its two layer blood vessels and nerves in addition to smooth muscle fibers. ادي البرود ليجامنت ده بيمسك اليوترس او الرحم للوول بتاع الدورز ولاترال وول بتاع البلفيك كافيتي ومنطقه اللامبر ريجون ما بين الطبقتين بتاع البرود ليجامنت ده، فولد من البروتون او طيه من البروتون مثبته اليوترس في منطقه اللامبر ريجون او ساب لامبر ريجون ومنطقه الفنترولاترال وول بتاعه البلفيك كافيتي ما بين الطبقتين بتوعه اللي هي فولد من البرتون، بيسموها الميزو ميتريام. بيسموها ايه البرود ليجامنت ده؟ يسموه الميزو ميتريا. ما بين الطبقتين بتوعه بيبقى موجود نيرفز وبلاد فيسز وسموث ماسل فايبر. يعني ايه سموث ماسل فايبر؟ يعني اليوترس مش متعلق باسيفلي، يعني السموث ماسل فايبرز دي ممكن تنقبض. تنقبض امتى؟ بتنقبض اثناء الولاده. اثناء الولاده لما تنقبض تجيب اليوترس لما كان يبقى يوصل لمنطقه البطن هنا ترجعه للخلف عشان تعمل كودال بريزنتيشن لليوترس، ترجع الرحم للخلف عشان تسهل عمليه الولاده. فالرحم مش متعلق باسيفلي كده. سو ذا يوترس از نوت باسيفلي سسبندد اند ذا ماسل فايبر ان ذا برود ليجامنت هاف ا رول ان ذا بريزنتيشن اوف ذا يوترس ان ذا بوزيشن فاسيليتيتنج ذا بارتيوريشن. The part of the mesometrium that lies on the wall of the uterus is called perimetrium. يبقى اليوترس محاط بالكامل بالبريتون. الفولد من البريتون اللي معلقاه فوق دي بيسموها البرود ليجامنت. عبارة عن طبقتين من البريتون. ايه البريتون ده؟ عبارة عن سرس ممبرين، غشاء مصلي جوه البطن. الغشاء ده طبقتين ماسكين اليوترس ما بينهم سموث ماسل. السموث ماسل دي فايدتها ايه؟ لما تنقبض، تخيل الرحم ده يبقى في البطن هنا وجوه جنين، لما تنقبض تسحب الرحم من الامام للخلف عشان تسهل عمليه الايه البارتيوريشن. فيجي يقول لك ان اليوترس مش متعلق باسيفلي، يعني دول الطيتين من البريتون دول مش معلقين وكده بس، لا ده لهم دور اثناء عمليه البارتيوريشن، ان لما العضلات اللي فيهم او السموث ماسل الالياف العضلات المساء اللي موجوده ما بينهم تحصل لها انقباض تسحب الرحم من الامام اللي هو كان جوه البطن للخلف فتعمل فاسيليتيشن للبارتيوريشن. البرود ليجامنت او الفولد من البرتون دي بيسموها ميزوميتريوم. الملاصقه على جدار الرحم على طول من الخارج يسموها بيريميتريوم. او بالشكل ده كده، ده البرود ليجامنت او الميزومتري معلق الرحم اهو ماشي ما بين الطبقتين بتاعه البلاد فيسلز والنيرفز والسموس ماسل فايبرز. دي لما تنقبض بيكون الرحم فيه جنين كامل او حيوان كامل فيه طس كامل بالداخل، تنقبض تسحبه للخلف فتسهل عمليه الايه البارتيوريشن. ادي البرود ليجامنت اهو ماسك الرحم، الجزء الملاصق على طول للول بتاع الرحم من الخارج كده بيسموها بيريميتريا. انما هو اسمه ايه البرود ليجامنت؟ اسمه ميزوميتريام. ميزو احنا قلنا يعني مصاريقه، وميتريام يعني رحم. فميزوميتريام الجزء من البرود ليجامنت اللي ماسك اليوترس. ده البرود ليجامنت اللي ماسك اليوترس، ده فولد من البروتون، ده كروس سيكشن كده في منطقه البلفس.
يبين الفيميل اورجانز اللي هما الاثنين اوفرز واليوتراين تيوب، وادي الاثنين هورنز بتوع اليوترس اللي باللون الاصفر ده واللي باللون الاحمر ده البادي، والسيرفكس بتاع الايه اليوترس او الفولد من البرتون اللي ماسكه الرحم بيسموها ميزومتريوم او برود ليجامنت، والجزء منه اللي ماسك الاوفيداكت او اليوتراين تيوب سميناها ميزوسالبينكس، واللي ماسك الاوفري سميناها ايه ميزوفاريوم. يبقى كل اللي ماسك في ميل جينيتال اورجانز ده كله فولد من البرتون يسموها البرود ليجامنت، يسموها البرود ايه ليجامنت. الجزء اللي ماسك الاوفر يسموه ميزوفاريوم، اللي ماسك اليوتراين تيوب يسموها ميزوسالبينكس، اللي ماسك اليوترس يسموه ايه ميزومتريوم. ادي البرود ليجامنت اهو. قلنا داخل الطبقتين ما بين طبقتين بتوع البرود ليجامنت في ايه؟ في سموث ماسل فايبرز. سموث ماسل فايبرز، السموث ماسل فايبرز دي لها ايجابيات ولها سلبيات. ايجابياتها ايه او دورها ايه؟ انها لما يكون الرحم في حاله امتلاء وفي جنين جوه واثناء الولاده تسحب الرحم للخلف عشان تسهل عمليه الولاده، ولكن لو حصل انقباض في السموث ماسل في ناحية واحدة بس، هما يعني الطبقتين ماسكين الرحم من ناحيتين، من ناحية اليمنى ومن ناحية اليسرى، فتخيل انت ماسك حاجة وشديدها من ناحيتين وتشدها للخلف، فالبرود ليجامنت ده يشد الرحم للخلف من ناحيتين. طب لو حصل انقباض في ناحية واحدة، كأن اتنين ماسكين الذراعين بتاع الواحد وشدين على الاخر، واحد عمل ايه؟ ريح ايده، ساب ايدي، هما شادين ايديها الاثنين، واحد ساب ايد، ايه اللي حصل؟ والتاني بيشد جامد، هتقلب الناحية التانية. فيحصل ايه بقى؟ لو حصل ان ناحية حصل لها باراليسيس في الماسلز دي او ضعف في العضلات دي، يحصل ما يسمى باليوتراين تورشن. اليوتراين تورشن يعني التفاف للرحم، لان المفروض ان الاثنين يشتغلوا الناحيتين بتوع البرود ليجامنت يشدوا الرحم للخلف، والراوند ليجامنت نفس الكلام هنشوفه دلوقتي موجود على الحافه الاماميه للبرود ليجامنت ده اللي هو الراوند ليجامنت دي. لو ناحيه ريحت وناحيه شدت جامد هيحصل ما يسمى باليوتراين تورشن. هتشوفوا البوزيشن بقى بتاع اليوتراين تورشن واسبابه ان شاء الله في ماده التناسليات والولاده بالشكل ده كده اهو. ادي الجنين جوه. الوضع الطبيعي ده ان دول البرود ليجامنت ماسكين الرحم كده معلقينه في السبلمبر ريجن واللاترال بالفيكول، معلقين الرحم بالشكل ده. لما ناحيه بقى تضعف فيهم يحصل ايه؟ ناحيه تشد وناحيه تبقى مرتخيه، يحصل ما يسمى باليوتراين تورشن، يا اما يبقى رايت او ليفت تبع الناحيه ديت. لو دي رايت وريحت يلف الرحم فيديني رايت يوتراين تورشن، لو الناحيه دي اللي ضعفت يديني ليفت يوتراين تورشن. فضعف في البرود ليجامنت او ويكنس في الماسلز اللي موجوده ما بين طبقات البرود ليجامنت اثناء الولاده يعمل لي مشكله بيسموها اليوتراين تورشن او التفاف للرحم بالشكل ده كده. حصل تويست او تورشة لليوترس بالشكل ده كده. تاني ليجامنتس بتمسك الرحم اللي هو الراوند ليجامنتس. الراوند ليجامنتس عبارة عن سين كورد لايك استراكشر بريزنت ان ذا فري بوردر اوف ذا فولد درايفد فروم ذا لاترال لامينا اوف ذا برود ليجامنت. يبقى هو طالع من اللاترال لامينا، من الصفيحة الخارجية للبرود ليجامنت. اتنين كوردس كده على الحافة الأمامية للبرود ليجامنت طالعين من اللاترال لامينا. البرود ليجامنت ده قلنا طبقتين كده من البيروتون معلقين اليوترس، واحدة يمين واحدة شمال. على الحافة بتاعته دي يبدأ يتكون لما يسمى بالراوند ليجامنت أيمن وأيسر، طالعين من اللاترال لامينا أو درايفد فروم ذا لاترال لامينا أوف ذا برود ليجامنت. إكستندد فروم A point close to the tip of the uterine horn to the internal inguinal ring and may extend through the inguinal canal. يبدأوا منين الفولدز دي او الاتنين كوردز الحبلين دول يبدأوا منين؟ يبدأوا من عند اليوتراين هورن كده، ينتهوا فين؟ دي قصة تانية. ينتهوا في الانجوينال كنال. لو حضرتك ترجع لي الميل جينيتال سيستم اتكلمنا تفصيلا عن الانجوينال كنال، قناة بجانب الفخذ هنا. الاتنين ليجامنت دول يجي ينتهوا عند الفتحة الداخلية للانجوينال كنال في كل الحيوانات ما عدا البيتش. البيتش يعدوا بالكامل من الانجوينال اللي انا بشاور عليها دي كنال اللي جنب الفخذ، ويجوا ينتهوا هنا سبكوتينيوسلي عند الفالفا عند منطقة الفرج، يجوا يمروا بالكامل داخل الانجوينال كنال ويجوا ينتهوا عند الفالفا ده في البيتش، انما باقي الحيوانات ينتهوا جوه. يبقى الاثنين
راوند ليجامس بيبداوا من اليوتراين هورن وينتهوا في الانجواينال كانال في الديب انجواينال رينج في الفتحه الداخليه للقناه الارهابيه. ده كده دايجراماتيك ريبريزنتيشن للفيكسيشن بتاعه اليوترس. واخدين مقطع رسم توضيحي لمقطع في الحوض، نلاقي فوقه الريكتم وتحته اليورينري بلادر. ايه اللي معلقه بقى؟ ده اللي معلقه ده البرود ليجامنت. على الحافه بتاع البرود ليجامنت او من اللاترال لامن اوف ذا برود ليجامنت يبدا يطلع اتنين كورد اللي انا قلتهم لك بالاخضر دول، بيسموهم الراوند ليجامنت. الراوند ليجامنت، الراوند ليجامنت يبدا من التيب اوف ذا يوتراين هورن وينتهوا عند الديب انجواينال رينج في كل الحيوانات، يمر بالكامل داخل الانجواينال كانال وينتهي تحت الفالفا. يعني الرباط ده ماسك الرحم من جوه وخرج جوه الانجواينال كانال وانتهى سبكوتينيوس لي تحت الفرج. ده في البيتش اهو، في البيتش الراوند ليجامنت زي ما حضرتك شايفه كده، يبدا يمشي يمشي ويخرج بره الجسم خالص وينتهي من تحت الجلد كده تحت منطقه الايه الفالفا او تحت منطقه الايه الفرج بتاع الانثى اللي هي البيتش. ده في البيتش، ادي الاوفري، ادي اليوتراين تيوب، ده اليوترس. الفولد من البريتون اللي ماسكه اليوترس دي سموها البرود ليجامنت. شايف حضرتك اللي انا هشاور لك عليه ده اهو، ده الراوند ليجامنت بتاع اليوترس. الراوند ليجامنت ده بادئ من التيب اوف ذا هورن اوف ذا راوند ليجامنت اوف ذا يوترس، بادئ من التيب اوف ذا يوتراين هورن. في كل الحيوانات دي رسم دي الانجواينال كانال، الفتحه الارهابيه اللي جنب الفخذ. في كل الحيوانات القناه دي لها فتحه داخليه على البطن وفتحه خارجيه جانب الفخذ تحت الجلد طبعا. الفتحه دي الراوند ليجامنت في كل الحيوانات يمشي كده يمشي كده جوه البطن وينتهي فين؟ في الديب انجواينال رينج، يعني في الفتحه اللي جوه البطن، ما عدا البيتش. البيتش يمر بالكامل جوه القناه الارهابيه دي ويجي ينتهي تحت الفالفا هنا في نهايه الجهاز التناسلي الانثوي تحت الجلد. ولذلك يجي يقول لك يوتراين هيرنيا بتبقى كومون في البيتش اكتر من اي حيوان تاني. يعني ايه هيرنيا؟ يعني جزء من الرحم ده ممكن يدخل جوه في القناه الارهابيه دي او الانجواينال كانال. ليه بقى؟ لان الراوند ليجامنت ده مرر بالكامل جوه الانجواينال كانال. فممكن لو البيتش رجلها اتفتحت شويه اتخبط على ظهرها، ممكن ايه؟ ممكن الرحم ده يدخل جوه القناه الارهابيه دي، يحصل له فتاه جنب الفخذ هنا، تنزل ينزل اليوترس ده جوه القناه الارهابيه دي. ليه بقى؟ لان الراوند ليجامنت بيمر بالكامل داخل الانجواينال كانال فين؟ في البيتش. انما باقي الحيوانات بينتهي جوه الديب انجواينال رينج هنا، الراوند ليجامنت ده ما بيعديش، لا ده بينتهي جوه هنا ماسك القرن بتاع الرحم للديب انجواينال اورفيس او الديب انجواينال رينج من الداخل هنا. دي الانجواينال كانال في الذكر اللي احنا اتكلمنا عليها تفصيلا، وقلنا ان التستس بتخرج عن طريق الانجواينال كانال في عمليه الديسنت اوف ذا تستس. لو حضرتك تراجع الميل جينيتال، الديسنت اوف ذا تستس تنزل عن طريق الانجواينال كانال. في الانثى بقى الانجواينال كانال يجي يعدي منها في البيتش بس الراوند ليجامنت اوف ذا يوترس ده في البيتش بس، انما باقي الحيوانات ينتهي جوه. تخيل كده منطقه البطن وكده هنا منطقه الفخذ، تعدي الراوند ليجامنت اوف ذا يوترس بالكامل ويجي ينتهي تحت الفرج هنا، فهو بيعدي بالكامل في البيتش فقط، انما باقي الحيوانات بينتهي داخل الجسم عند الديب انجواينال رينج. يبقى لها فتحه على البطن بيسموها الديب انجواينال رينج وفتحه خارجيه بيسموها السوبرفيشال انجواينال رينج. فده كان الفيكسيشن اوف ذا يوترس عن طريق البرود ليجامنت والراوند ليجامنت. ما نيجي نتكلم على الاستراكشر اوف ذا يوترس. اليوترس الول بتاعته بتتكون من اكسترنال لير بيسموها السروزة او السرس لير، وميدل ماسكولار لير، وانترنال ميوكوزال كوت. التلات طبقات دولت بيسميهم الاكسترنال لير يسموها البريميتريوم، والانترنال لير يسموها اندوميتريوم، والطبقة الوسطية يسموها مايوميتريوم. فده البريميتريوم او الطبقه الخارجيه اللي هي اكسترنال سيرس لير، سيرس ممبرين من البريتون، طبقه خارجيه سيروزيه من البريتون، والطبقه الوسطى طبقه عضليه، والطبقه الداخليه طبقه مخاطيه ميوكوزا لير بيسموها اندوميتريوم. البريميتريوم ده عباره عن سيرس كوت ويتش كونتينوس وذ بريتونيوم اند ريبريزنتس باي بارت اوف ذا برود ليجامنت لينج اون ذا يوترس. جزء من البرود ليجامنت او البريتون اللي على جدار رحم من بره على الرحم من الخارج
يسموه ايه؟ يسموه بيريمتريوم. امال البرود ليجامنت كان اسمه كله على بعضه اسمه ميزوميتريوم، اللي ماسك اليوترس يسموه ميزوميتريوم، انما اللي على الوول ده بيسموه ايه؟ بيريمتريوم، طبقه سروزيه او طبقه سروزه من الخارج. الطبقة الخارجية دي يسموها ايه؟ يسموها البريميتريوم. يسموها ايه؟ ده هيستولوجيكال سيكشن في الوول بتاعة اليوترس، يسموها ايه؟ يسموها البريميتريوم. والطبقة الوسطى يسموها ايه؟ يسموها مايوميتريوم. الطبقة اللي في النص دي اللي هي الطبقة العضلية من جدار الرحم يسموها مايوميتريوم، دي عبارة عن الميدل ماسكولار كوت. دي فورم ذا بالك اوف ذا يوتراين وول اند كونسيست اوف ذا سين اوتر لونجيتودينال اند سيك انر سيركولار لاير. It is thicker in the cervix with extensive elastic elastic fibers. A prominent layer of the blood vessels is present between the two muscular layers. الطبقة العضلية دي أكبر طبقة بنلاقيها بتتكون من outer longitudinal وinner muscular وinner circular muscular layer. دي طبعا هي اللي بتساعد في عملية الوداء القبضة، ودي تمثل البلك بتاع الول اللي هي الميوميتريوم، الطبقة العضلية الوسطى من جدار الرحم. أو بالشكل ده كده، دي البيريميتريوم أو الطبقة الخارجية، الميوميتريوم دي البلك بتاع الول أهوت، أكبر جزء في جدار الرحم، والطبقة الداخلية المخاطية بيسموها الاندوميتريوم. والبلاد فيسلز زي ما حضرتك شايف كده بتبقى برومننت لاير في البلاد فيسلز وبريزنت بتوين ذا تو ماسكولار لايرز. البلاد فيسلز بتمشي ما بين الطبقات الألياف العضلية، ودي ألياف كلها ألياف ملساء يعني انفولانتري. الاندوميتريوم بقى ده الانترنال ميوكاس كوت ويتش لاينز ذا يوتراين كافيتي، اللي بيبطن اليوترس من الداخل بيسموه اندوميتريوم، الطبقه المبطنه ليها. ودي الاندوميتريوم بيبقى كونسيست شيفلي اوف ذا كومباكت لاير وسبونجي لاير وبيزال لاير بالشكل ده كده. ده الاندوميتريوم من الداخل، ده الاندوميتريوم ده عباره عن يوترس بتاع كاو فاتحينه من الداخل، ده الطبقة اللي جوه دي بيسمها اندوميتريوم. بيتكون من كومباكت لاير وسبونجي لاير وبيزال لاير، طبقة قاعدية وسبونجي لاير، طبقة اسفنجية وكومباكت لاير، دول الثلاث طبقات بتوع ايه؟ بتوع الاندوميتريوم. يبقى الاندوميتريوم لوحده بيتكون من ثلاثة لاير، بيزال لاير وسبونجي لاير وكومباكت لاير. الكومباكت لاير دي السايت وير ذا امبريو از امبلانتد اند اتس بلاسينتا ديفلوبد، المكان اللي هي كومباكت لاير دي المكان اللي بيحصل فيه انغراس للبويضة الملقحة، والجنين يبدأ ينمو في هذه الطبقة والبلاسينتا او المشيمة ايه تتكون. ده المكان بقى اللي هي الكومباكت لير، اول طبقه من طبقات الاندوميتريوم دي اللي بيحصل فيها ايه؟ يحصل فيها دي بويضه ملقحه، يحصل لها امبلانتيشن يعني انغراس جزء من الجدار ده تدخل جواه البويضه دي وتقعد تنمو وتتكون المشيمه. بعد كده حضرتك هنقول لك الكلام ده في الجنرال امبريولوجي علم الاجنه العام، تبدا ينمو الجنين، يحصل عمليه امبلانتيشن هنا في الكومباكت لير في طبق اول طبقه من طبقات الاندوميتريوم. ده عبارة عن ايه؟ الول بتاعته نفسها الاندوميتريوم عبارة عن سيمبل كولامينر ابيثيليوم اند بريزنس برانش تيوبولار جلاندس، او سيمبل كولامينر ابيثيليوم وفي برانش تيوبولار جلاندس، البرانش تيوبولار جلاندس موجودة فيه which decrease towards cervix. They secrete what is called the uterine milk during the estrus and the pregnancy. البرانش التيوبولار جلاندس او الغدد الانبوبيه المتفرعه دي بتفرز سكريشن يغذي الجنين بيسموه اليوتراين ميلك، لبن الرحم، ده بيتفرز اثناء الاسترس واثناء الحمل، ده كنوع من التغذيه للجنين. الغدد الانبوبيه المتفرعه او البرانش التيوبولار جلاندس دي بتقل ناحية السيرفكس، مش موجودة كتير منها في السيرفكس، ولكن السيرفكس بيبقى فيه ايه بقى؟ ميوكس سيكريتينج جلاندس، لان بيتكون ما يسمى بيه السيرفيكال بلاد. هاز نو تيبولار جلاندس، السيرفكس هو هاز نو تيبولار جلاندس اكسبت ان ذا جوت، في الجوت بس فيه تيبولار جلاندس، انما في باقي الحيوانات التيبولار جلاندس او البرانش التيبولار جلاندس مش موجودة فيه، في الجوت وفي الكات. ولكن السيرفكس عموما فيه ايه؟ فيه ميوكس سيكريتينج جلاندس، فيه غدد مخاطية عشان تكون لي السيرفيكال بلاج اللي هي تقفل السيرفكس او عنق الرحم اثناء فترة الايه الحمل. وبرانش التيوبولار جلاندس اهي موجودة داخل الاندوميتريوم،
ده كله هيستولوجيكال سيكشن. انما في منطقه السيرفكس تبدا يظهر لي الايه الميوكوس جلاندز. دي الميوكوس جلاندز هيستولوجيكال سيكشن في منطقه السيرفكس، دي السيرفيكال جلاندز او الميوكوس سيكريتنج جلاندز. الاندومتريوم بريزنت في المير ليف لايك ميوكوس فولدز. لما نشوفه بقى بالجروس اناتومي او بالعين المجرده كده نلاقي فيه طيات طوليه كده بتبقى شكلها ليف لايك ميوكوس فولدز. ده فين شكلها؟ ورق الشكل كده هو في المير. انما في الرومينانس بنلاقي فيه نتوءات بيسموها ايه؟ بيسموها اليوتراين كارانكل. ففي الرومانس اكسبت الشي كامل، دي مش موجوده في الشي كامل. The endometrium forming longitudinal folds upon which slightly elevated prominence called the uterine carancle. الارتفاعات دي بقى اللي هنشوفها دلوقتي، دي شايف حضرتك الروزت لايك شيب، دي الارتفاعات البروزات اللي موجوده في جدار رحم الداخل في الاندومتريوم، دي سموها يوتراين كارانكل بالشكل ده كده اهو. البروزات دي كلها برومينانس دي سموها يوتراين كارانكلز، دي اليوتراين كارانكلز. اليوتراين كارانكلز دي ارينجد ان فور لونجيتودينال روز ويزين ايتش هورن، بتنتظم في اربع صفوف في كل دي اليوتراين كارانكلز اهيت. ده يوترس بتاع دو، وده اليوتراين كارانكلز اهي زي ما حضرتك شايف كده. تو رو بارل تو ذا ليزر كيرفيتشر، الليزر كيرفيتشر اللي هو الانحناء السفلي دوت لليوتراين هورن، وده بيسموه جريتر كيرفيتشر. الانحناء الكبير ده هوت او الدورزال كيرفيتشر وفنتر كيرفيتشر او ليزر كيرفيتشر وجريتر كيرفيتشر، بتنتظم في اربع صفوف داخل اليوتراين هورن دي واليوتراين بادي دي الايه اليوتراين كارانكل. في اتنين بيبقوا تو بارل تو ذا جريتر كيرفيتشر اوف ذا هورن. The carancles are formed in the endometrium during the fetal life as the fourth or fifth months of gestation. من شهر رابع للخامس تبدأ تظهر لي الكارانكلز دي في الول بتاع الايه اليوترس، عبارة عن في الرومينانت اربع صفوف، ايه صفين موازيين للجريتر كيرفيتشر وصفين موازيين للليزر كيرفيتشر او الانحناء السفلي لليوتراين هور. او الجنين جوه واللي ماسكه دي ماسك زي ما نتكلم في البلاسينتا ماسك في الزراير دي بيسموها اليوتراين كارانكلز. ده الجنين جوه الرحم اهو، دي المشيمه ماسكه فيه اليوتراين كارانكلز اللي موجوده جوه الرحم. فالبروزات اللي جوه الرحم دي بنسميها في الاندومتريوم بيسموها يوتراين كارانكلز. دي خاصيه من خواص الاندومتريوم في الرومينانس، ما عدا الشي كامل، الشي كامل ما فيهاش اليوتراين كارانكلز، دي في الرومينانس بس او في المقترات بس. الشيب والسايز اوف يوتراين كارانكل فاري ويز ذا فانكشن ستاتس اوف ذا يوترس اند ذا ايج اوف ذا انيمال. زي ريسيف ذا كوريونيك فيلاي بيكون ما يسمى بالكوتليدونز اوف ذا فيتس فورمينج ذا بلاسنتوم. سو زي represents the maternal side of the placenta. The uterine glands open in the intercranular zone. الجنين، تخيل الجنين موجود جوه كورة، والكورة دي عليها أهداب. الأهداب دي بتتجمع، احنا بنتكلم في الجنين مش في الرحم، الأهداب دي بتتجمع في شكل زراير كده. الزراير دي يسموها ايه؟ يسموها كوتليدونز. الزراير دي يقابلها في جدار الرحم، يبقى الجنين جوه كورة الكرة دي على أهداب، الأهداب كونت لما يسمى بالكوتليدونز، جمعت في شكل زراير. يقابلها من الداخل بقى تغطيها الكوتليدونز دي، الأهداب دي تتجمع مع بعضها وتمسك في جزء من جدار الرحم يسموه كرانكل. يبقى اللي حوالين الجنين الزراير اللي حوالين الجنين وهو جوه كيس المشيمة دي يسموها ايه؟ كوتليدونز. الجنين حواليه غشاء كبير كده وعامل كرة حواليه يسموه الكوريون. الكوريون ده عليه اهداب، الاهداب دي اتجمعت في شكل زراير كده بيسموها كوريونيك فيلاي او الخملات. الكوريونيك فيلاي اتجمعت في شكل زراير، كل زرار من دول يسموه ايه؟ يسموه كوتليدونز. الكوتليدونز ده يقابل في جدار الرحم ما يسمى بالكرانكل. كوتليدونز بلس كرانكلز يسموه ايه؟ يسموه بلاسنتوم. يبقى كلمة بلاسنتوم بتساوي كوتليدون بلس كارانكلز، كوتليدون زائد كارانكلز. ودي موجودة فين بس؟ في الرومينانس،
ادي الجنين جوه كيس بيسموه الكوريون. الكوريون ده عليه اهداب اتجمعت في شكل الزراير كده. الزراير دي قابل من الداخل هنا ايه في الرحم، تقابل في الرحم الكرانكل. البلاد فيسز بتفتح في الانتر كرانكولار سبيسز، في الاماكن ما بين الايه الكرانكلز. الكرانكلز بيبقى شكلها كونفكس في الكاو وبتبقى كونكيف في اليو والدو. في الاغنام والماعز بيبقى شكلها كونكيف، انما في الكاو بتبقى شكلها كونفكس. هنتكلم دلوقتي على البلاسنتيشن اللي هي عملية تكوين البلاسنتا. البلاسنتا اللي هي مجموعة الاغشية اللي حوالين الجنين. البلاسنتا بتنمو وبتعمل بروتكشن للجنين، بتعمل تغذية للجنين، بتحافظ على الجنين لحد ما يحصل له ولادة. ودي موجودة في البلاسنتيتد انيمال، الحيوانات اللي بتحمل ولها رحم وتتكون داخلها بلاسنتا. بيقسموا البلاسنتا ليه اناتوميكال كلاسيفيكيشن وهيستولوجيكال كلاسيفيكيشن. يبقى كلمه بلاسينتا دي عباره عن جروب من الممبرينز حوالين الجنين. الجنين جوه مجموعه من الاغشيه، في النهايه غشاء كبير قوي محيط بالجنين من الخارج بيسموه كوريون، والالانتويز من الداخل واليوكساك والامنيون. دول اربع اغشيه بيكونوا البلاسينتا. يبقى الجنين دلوقتي جوه الرحم. فقسموا البلاسينتا لشكل ايه بقى تبع الاهداب اللي حوالين الكوريون اهو. بص حضرتك، الاوسايت جالها الاسبرم ولقحت، وبعدين وصلت لمرحله بيسموها البلاستوسيست، حصل لها انغراس، اتكون حواليها مجموعه من الاغشيه. بقى ده الامبريو، جزء من البويضه المخصبه بعد ما تنقسم لخلايا عديده يكون لي حاجه اسمها الامبريو بروبر، الجنين الحقيقي اللي هيكون اعضاء الجنين مختلفه، وجزء من الاغشيه حواليه. الاغشيه دي غشاء اسمه الامنيون، وغشاء الالانتويز، وغشاء اليوكساك، والغشاء النهائي اللي بره اللي هيكون حواليه ده بيسموه الكوريون. الكوريون ده عليه خمالات او اهداب. الاهداب دي لو موزعه بانتظام، لو متوزعه بانتظام حوالين الجنين بالشكل ده كده، يسموا البلاسينتا في الوقت ده. يبقى جنين جوه كوره والكوره عليها اهداب من بره، الاهداب دي تمسك في جدار الرحم. يسموا البلاسينتا اللي كونت هنا ديفيوز بلاسينتا. يبقى هنا الكوريونيك فيلاي بتبقى ايكوالي ديستريبيوتد، موزعه بانتظام على الكوريون، على الكوره اللي حوالين الجنين دي موزعه بانتظام عليه، فتديني ديفيوز بلاسينتا. ديفيوز بلاسينتا زي في المير والسو والشيكام. طب لو متجمعه بقى في شكل زراير بالشكل ده كده اهو، وهيقابلها ايه؟ دي سموها ايه؟ كوتليدونز. هيقابلها من جدار رحم الكرانكل، دي سموها كوتليدونري بلاسينتا، ودي موجوده في الرومنانس. طيب لو متجمعه في مناطق بس الاهداب دي اتجمعت في شكل حزام كده حوالين الجنين يسموها زوناري بلاسينتا. يبقى الكوره اهي، بس الاهداب اللي حواليها مش موزعه بانتظام، الاهداب اتجمعت في شكل جيردل او حزام حوالين الجنين كده، دي سموها زوناري بلاسينتا، دي موجوده في الكارنيفورز. لو اتجمعت في منطقة واحدة من الجنين بس، في منطقة واحدة يسموها ايه؟ يسموها ديسكويدال بلاسينتا، ودي موجودة في البرايمتس والرودنتس والباتس، في الهيومن وفي الرودنتس والبات بتتجمع الاهداب دي في منطقة واحدة فيسموها ديسكويدال بلاسينتا. يبقى الاناتوميكال كلاسيفيكيشن بتاع البلاسينتا بيعتمد على الديستريبيوشن اوف ذا كوريونيك فيلاي. الكوريونيك فيلاي دي الاهداب اللي حوالين الجنين دي، اللي حوالين الكورونيك ساك دي كورونيك ساك، في اهداب حواليها. الاهداب دي يا اما تبقى موزعه بانتظام فيسموها ديفيوز بلاسينتا، يا اما اتجمعت فروزه لايك شيب بالشكل ده كده يسموها كوتليدونري بلاسينتا. كل مجموعه من الاهداب اتكونت في شكل زرار كده يسموه كوتليدونز. الكوتليدونز ده يقابل في جدار الرحم ايه؟ كرانكل. الكرانكل مع كوتليدونز يكون لي بلاسينتوم. ثالث نوع بيسموه زوناري بلاسينتا، يعني الاهداب اتجمعت في حزامين حوالين الجنين، او اتجمعت في منطقه محدده بس قرص، شكل القرص كده فيسموها ايه؟ قرصيه الشكل يسموها ديسكويدال بلاسينتا. اكبر فيكسيشن يحصل في الاربع انواع دول ايه؟ الكوتليدونري بلاسينتا. ولذلك نيجي نقول لحضرتك الديفيوز بلاسينتا دي موجوده في المير والسا والشي كامل، ولذلك نسبه الابورشن او الاجهاض تبقى اكثر في المير ولا في الكاو؟ لا تبقى اكثر في المير، لان عندها ديفيوز بلاسينتا. انما كوتليدونري بلاسينتا فيه تثبيت للجنين بالداخل، انما البلاسينتا ريتينشن احتباس المشيمه،
يحصل في الكاو ولا في المير اكتر؟ لا، يحصل في الكاو اكتر، لان المشيمه ماسكه في جدار الرحم بقوه في الرومنس. فبعد الولاده المشيمه دي يحصل لها ايه؟ يحصل لها احتباس. يبقى احتباس المشيمه الانسيدنس بتاعته تبقى في الكاو ولا في المير اعلى؟ لا، تبقى في الكاو اعلى. انما عمليه الابورشن تبقى اسهل او اكثر حدوثا في المير ولا في الكاو؟ في المير، لان البلاسينتا ديفيوز، بلاسينتا يدوبك ماسكه في جدار الرحم مع اهداب، لان الاهداب موزعه هنا ايه بانتظام على الجنين، اللي هي الكورونيك فلاي او الخمالات الايه الكورونيه دي اللي حوالين الايه الكوريون. فده كان الاناتوميكال كلاسيفيكيشن اوف ذا بلاسينتا. بص حضرتك هنا الاهداب موزعه بانتظام، فدي سموها ديفيوز بلاسينتا. هنا الاهداب عملت ايه؟ عملت كوتليدونز، فسموها كوتليدوناري بلاسينتا، ودي موجودة في الرومنس. هنا اتجمعت الكوريونيك فيلاي او الخمالات دي اتجمعت في شكل جاردل، فسموها زوناري بلاسينتا، ودي موجودة في الكارنيفورز او في الدوج في البيتش عموما، في فصيلة الكلبيات. في الديسكويد بلاسينتا هنا اتجمعت الاهداب في ديسك لايك في وان بول من الكوريون ده. ده كان الاناتوميكال كلاسيفيكيشن اوف ذا بلاسينتا. هيستولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف ذا بلاسينتا بيقسموا البلاسينتا على عدد الطبقات اللي فاصله دم الجنين من دم الام. فده دم الجنين اهو الفيتال سايد، ده الفيتال سايد ناحيه الجنين، وده اللي ناحيه الام. الجنين حواليه الكوريون، مش كده؟ الكوريون ده له تروفوبلاست لير، وبعدين الميزوديرم اهو، وادي الاندوثيليوم اللي حوالين البلاد فيسلز بتاع الجنين، والام في ايبيثيليوم وكونكتيف تيشو وبعدين اندوثيليوم. يبقى اللي بيفصل دم الجنين عن دم الام 6 طبقات، طبقتين ابيثيليا وطبقتين كونكتيف تيشو وطبقتين اندوثيليا. لو ال6 طبقات موجودين بالشكل ده كده يسموا البلاسينتا دي ابيثيليو كوريال بلاسينتا. الابيثيليو كوريال بلاسينتا موجوده في الساو والمير والشيكامل زي الديفيوز بلاسينتا. طب الام دائما اللي بتضحي. تبص تلاقي حضرتك تاني نوع بيسموه ايه؟ سينديزمو كوريال بلاسينتا. بدا الابيثيليوم بتاع الام يتفقد هنا، بقى اللي فاصل دم الجنين عن دم الام 5 طبقات، الاندوثيليوم بتاع الام والكونكتيف تيشو بتاع الام، وفقدت هي الابيثيليوم، بس الجنين محتفظ بال3 طبقات بتوعته، ابيثيليوم وكونكتيف تيشو واندوثيليوم. بقى الدم بتاع الجنين مفصول عن دم الام بكام طبقه؟ ب5 طبقات. يعني هنا الارتباط اقوى، ودي بيسموها سينديزمو كوريال بلاسينتا، ودي موجوده في الرومنانس. تالت نوع بيسموه اندوثيليو كوريا، لسه الجنين محتفظ بال3 طبقات بتاعته، ابيثيليوم وكونكتيف تيشو واندوثيليوم. انما الام فقدت ايه بقى في المنطقه دي؟ فقدت الابيثيليوم وفقدت الكونكتيف تيشو. بقى اللي بيفصل دم الجنين عن دم الام كام طبقه؟ 4 طبقات. طبقه واحده من ناحيه الام اللي هو الاندوثيليوم، الاندوثيليوم ده اللي هو الطبقه الداخليه للبلاد فيسلز بتاع الام، والجنين عنده الابيثيليوم والكونكتيف تيشو والاندوثيليوم. ادي الدم بتاع الجنين والدم بتاع الام، دي موجوده في الكارنيفورز اندوثيليو كوريال. رابع نوع بنسميه هيمو كوريال، الام فقدت بقى كل الطبقات اللي عندها، فقدت الابيثيليوم وفقدت الكونكتيف تيشو. يعني حصل ارتباط اقوى ما بين الام والجنين، بس من ناحيه الام او الابيثيليوم بتاع الجنين والكونكتيف تيشو والاندوثيليوم. ولذلك ال4 انواع دول ابيثيليو كوريال، سينديزمو كوريال، اندوثيليو كوريال، هيمو كوريال. الكوريا الموجوده يعني ال3 طبقات بتوع الجنين موجودين في ال4 انواع دول. في اخر نوع بقى بنسميه هيمو اندوثيليال، بدا بقى الجنين يفقد ايه؟ طبقتين مره واحده. ده بدا الدم بتاع الام يلتحم بالدم بتاع الجنين، الفاصل ما بينهم هو طبقه واحده. فاصل ما بينهم ايه؟ فاصل ما بينهم الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسلز بتاع الجنين، بتاع الكوريون ده، بتاع الغشاء اللي حوالين الجنين ده. هو جوه كوره، والكوره ديت غشاء، غشاء ده لازق في جدار الرحم، ملتصق بجدار الايه الرحم. النوع ده في الرابت والجينيا بيج والراتس، ولذلك اكبر التحام ما بين او علاقه ما بين الام والجنين في الرحم تبقى ايه؟ تبقى في الرابت. ولذلك اثناء الولاده يقول لك البليدنج هنا بيبقى عالي، النزيف يبقى عالي. ليه بقى؟ لان اللي بيفصل دم الام عن دم الجنين هي طبقه واحده، هي طبقه الاندوثيليوم بتاع الايه؟ بتاع البلاد فيسز بتاع الكوريون او الغشاء الكوريون اللي حوالين الايه؟ الجنين. فقسموا البلاسينتا اكوردنج تو للايرز بتوين ذا بلاد والفيتال سايد والماتيرنال سايد، لابيثيليو كوريال وسندزمو كوريال واندوثيليو كوريال وهيمو كوريال وهيمو سيليا. ده كان نبذة مختصرة عن البلاسينتيشن عشان حضرتك تفهم يعني ايه كرانكل، ويعني ايه كوتليدونز، ويعني ايه بلاسينتوم. الى هنا ينتهي حديثنا.
أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.